خليني عشان عندنا حالات كتير جدا عايزين نقف تمام. معاها ونحاول نشوف كده ونوري الناس معانا بالصوره ايه اللي ممكن يلجأ ليه كل مدير فني في مواجهه الغريم التقليدي بكره. بس تعالى نستعرض معاك يا احمد الاول ارقام الزمالك في الموسم تمام. الحالي. دي القيمه القيمه التسويقيه للخطوط الفريق. الجول كيبر حراسه المرمى متوسط اعمارهم 24 من 24 ل 25 سنه. القيمه التسويقيه 24 وربع سنه. لا 24 سنة. 24 وربع يعني تقريبا 24 سنه, سنة. بالظبط. التوتال القيمه التسويقيه لنادي او متوسط اعمار نادي لعيبه نادي الزمالك 26 سنه. القيمه التسويقيه على طول. القيمه التسويقيه برضو 19 مليون و800. متوسط القيمه التسويقيه لكل لاعب في نادي الزمالك 560 الف يورو او 1000 دولار. اعلى قيمه تسويقيه في لاعبي نادي الزمالك هو احمد سيد زيزو اللي وصل قيمته ل 5 مليون دولار, ودي قيمه كبيره جدا. تمام. ده اللي يمكن معلي شويه القيمه التسويقيه عن لاعبي نادي الزمالك. طيب التصويبات على المرمى الاحصائيه المتعلقه بالماتشات بتاعتهم الموسم ده 13.03 في المباراه. بالنسبه للشوط على في التارجت بتاعهم 5.19 بين الثلاث خشبات. يعني 13 تصويب, معدل التصويب في المباراه منهم 5 بين الثلاث خشبات خارج و8 تقريبا 8 خارج الثلاث خشبات. خارج الثلاث خشبات اكتر حد يمكن بيصاب عندهم هو زيزو اعتقد, صح؟ زيزو كان امام عاشور وقت ما كان موجود. كان بقى. طيب نشوف اهدافهم او طريقه تسجيلهم للاهداف على مدار الموسم. دي طيب اساعد. لا الفري كيك جولز احرزوا الاهداف عن طريق هدف واحد من 12 ركله حره. الاجوان اللي جت من داخل البوكس داخل منطقه الجزاء 35 هدف من اجمالي 221 محاوله. الاهداف اللي جت من خارج منطقه الجزاء 5 اهداف فقط من اجمالي 166 محاوله على المرمى. الاهداف اللي تم احرازها باقدام لاعبي نادي الزمالك اليسرى 7 اهداف و22 هدف تم احرازهم باقدام لاعبي الزمالك بالقدم اليمنى. الهيدرز الاهداف اللي سجلت بالراس 11 هدف. البيج تشانس الفرص المؤكده في المباراه الواحده 1.1 وده رقم قليل جدا طبعا. يعني الرقم بقى اللي بعديه اللي هو البيج تشانس ميزد بري جيم او ده اضاعه الفرص 6 من 10. وده بيقول 0.6 وده رقم يقول ان لعيبه نادي الزمالك بتقدر تستغل او تترجم الاهداف, مش يعني معدل تضييع الاهداف مش كبير. طيب نروح لاستقبالهم, معدل استقبالهم للاهداف يا احمد. استقبال الاهداف ليهم اول 10 دقائق تقريبا 17%. تقريبا المجمل يعني اللي هو الزمالك اكتر وقت يعني بيستقبل فيه اهداف هو في اول نص ساعه تقريبا. اول نص ساعه تقريبا بيستقبل اهداف واخر 10 دقائق, وده طبعا يعني لو حسبنا يا احمد اخر 10 دقائق 23% ومديه 21 لدقيقه 30 20%, وفي الدقيقه من بدايه المباراه اول 10 دقائق 17% بتتكلم على تقريبا 43 60% من الاهداف اللي بيستقبلها الزمالك في النص ساعه الاولانيه. وده طبعا بطريقه المغامره او المجازفه اللي بيعملها اوزوريو, فده من الاسباب اللي هم بيستقبل في الوقت ده. انا لسه هكلمكم على تعامل كابتن شوقي غريب في ماتش المقاولين. يعني دول الطريقتين او الماتشين اللي بانت فيهم قوي طريقه لعب اوزوريو. فعايز اقف معاكم شويه ازاي اتعامل علي ماهر وازاي اتعامل كابتن شوقي غريب. ده معدل التسجيل يا بلال, معدل تسجيلهم للاهداف. معدل تسجيلهم للاهداف يمكن هو في من الدقيقه 41 او من الدقيقه 40 للدقيقه 50. ده اعلى معدل اهداف لنادي الزمالك بيتلوه على طول الدقيقه من الدقيقه 8 للدقيقه 90 اخر 10 دقائق يمكن في اخر كل شوط. يعني نتكلم على اخر الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني. وفي اواخر الشوط الثاني 20% طبعا معدل كبير بيقدر نادي الزمالك يسجل فيه اهداف في المباريات. تمام. طيب بعد معدل استقبالهم ده طبعا المدربين اللي مسكوا نادي الزمالك تولوا المسؤوليه على مدار الموسم الحالي. في خمس مدربين. جيسوالدو طبعا فيريرا كان مع نادي الزمالك 27 مباراه كسب البروفيسور 13 مباراه كسبها, خسر 7 وتعادل في 7. كابتن اسامه نبيه مسك ماتشين بس
كسب مباراه وخسر مباراه وتعادل في مباراه. هم الثلاثه دول مؤقتين اعتقد يعني كان كل ده احمد كابتن احمد عبد المقصود وكابتن متعب هادي كده مؤقتين. طبعا المدرب الحالي طبعا جوان كارلوس اوزوريو 12 مباراه كسب في 9 خسر في 2 وتعادل في مباراه. اعتقد ان اوزوريو هو افضل المعدل بتاعه لما المعدل بتاعه يعني بالنسبه للحاله يعني اللي هو 12 مباراه ما يحقق منهم 9 مكسب يعتبر معدل كويس جدا. درون وخساره كمان ما جاش من بدايه الموسم فدي برضه يعني مهمه. بالمناسبه بس خليني قبل طب نروح هرجع لقصه المديرين الفنيين دول لانها برضه نقطه مهمه جدا. صعب جدا يبقى في 5 اجهزه فنيه في موسم لفريق في موسم واحد يعني. لا يعني انا ممكن اتفهم ان 5 اجهزه فنيه ولكن 3 منهم مؤقتين دي صعبه جدا يعني. انا اعرف ان المؤقت بيجي ولحد ما يجي مدير فني تمام. احنا هنروح هنا واختلاف ده بالظبط هنروح لاهداف نادي الزمالك هنجد ان اعلى لاعب سجل اهداف في نادي الزمالك هو احمد سيد زيزو سجل 12 هدف وساهم يجي بعديه طبعا سيف الدين الجزيري بسبع اهداف ناصر منسي 4 اهداف يوسف اسامه نبيه اللي رحل عن نادي الزمالك 4 اهداف احمد بالحاج 4 اهداف زيزو سجل 12 هدف احمد بالحاج برده مش يعني مش عارفين لسه هيكمل ولا لا نعمل حب الحاج موجود ما هو موجود رجع بس رجع. ما لسه ما تمش تفعيل بند الشراء بتاعه بس هو يعني. موجود معاهم. انا اللي اعرفه انه موقفه كان واضح وصريح انه عقده ينتهي في 30/6 بالظبط بس هو اعتقد يبقى موجود يكون فتره السماح موجود يعني من الوالد بكره ممكن يبقى بيشارك موجود ما هو موجود وكان موجود في مباراه لا انا افهم انه ممكن يبقى موجود لا موجود موجود في القايمه ويشارك شيء لا موجود في القايمه ممكن يشارك موجود في القايمه من حقه يشارك بالظبط. زيزو بقى هنيجي للصناعه زيزو ساهم في 13 هدف انا عايز بس اقف عند زيزو واحمد يكمل احصائيات 13 ان زيزو مساهم في 25 هدف من اجمالي 29 من اجمالي 49 هدف احرزه من نادي الزمالك يعني الزمالك احرز 49 هدف هذا الموسم في بطوله الدوري 50% منهم سجل 12 وصنع 13 لاعب مهم جدا في تشكيله نادي الزمالك. طبعا تاني لاعب بعد زيزو احمد بالحاج اللي هو احتمال يشارك بكره رغم ان هو لاعب نص موسم نص موسم جاي راح في يناير 6 اسيست اللاعب التالت احمد اعتقد ان دي ممكن الارقام دي هل الارقام دي فيها اسوان؟ لا الارقام دي فيها اسوان بالظبط انا لسه بقول لك الارقام يعني الارقام دي عن الموسم الحالي في الدوري بصرف النظر عن انه كان قبل كده لاعب لانه كان مؤثر جدا في اسوان هو كان متالق في اسوان صراحه طبعا امام عاشور في المركز الثالث باربع اسيستات فعال برضو فعال طبعا يعني ولسه موجود يعني في ترتيبه الثالث ومصطفى شلبي 3 اسيستات احمد ابو الفتوح 3 شيكابالا 2 سيد نيمار 2 محمد عبد الغني 1 ده اجمالي الاسيستات والاهداف لنادي الزمالك. عندنا بعد كده خلاص كده احنا خلصنا ارقام نادي الزمالك.